الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، بالإمام، باب صلاة القاعد بالإمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن الصمد من ثقات الأثبات رضي الله عنه الجماعة، قال حدثنا حسين المعلم وهو من ثقات الأثبات عن عبد الله ابن بريدة ومن الثقات من ثقات التابعين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر قاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا. وهذا حديث أيضا يبين لنا وجوه العبادة قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد بالإمام، يعني وهو القاعد. باب صلاة القاعد بالإمام يعني هو لو قعد، هل له أن إذا قعد أن يسجد سجودا تاما أو يومئ؟ فهنا فيها دلالة على جواز. الله أكبر. هو نسأل الله أن يحفظه، نسأل الله أن يفرج له كربه، جعله رياسا في هذه الأمة كالنبي، اللهم أمين. هو عامة كما قلت أنا من سنين طوال، يعني كانوا يقولون لي: أنت تغرد خلف الصف. قلت: أنا ما أغرد ولا أريد التغريد، أنا أريد الشرع الذي يقومني. ولذلك جميعا أحمد سعيد شاهد في هذا الباب، كما كان قلت: اجعلوا طاولة الشرع تحكم، بالله الكبير والصغير ماذا قلت؟ أبدي شهادة الكبير والصغير ماذا قلت؟ أبدي شهادة بالله تقول لهم أمام ذلك حقا. يعني هو كان أمامه حتى قلت لهم: معكم، أنا لا أتأخر عنكم، لكن اجعلوا الشرع حكما. حدث مع الكبير والصغير ولا لا؟ حقا. فقلت لهم: الآن بيني وبينكم الشرع، إذا حكم الشرع أنا كأسمع وأطيع للشرع، المسألة علي. يعني لا موافق، لكن طولة الشرع تحكم، خلوا الشرع بيننا وبينكم، اعرضوا ما عندكم شرعا ولا اعرض ما عندي شرعا، وخلي المسألة تكون قيادا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل. لكن النفسيات والعواطف، ما أنت كم وكم من يريد عاطفة أن ينصر دينا وقد خذل أهل الدين. ماشي. إذن في قوله صلاة القاعد بالإماء فيها دلالة على أنه قاعد يصح له الإماء. والحق أن هذه المسألة لم يطلب منه سجودا. لما؟ لأنه يمكن له الإماء، لأن النبي قال: فإن لم يستطع فعلى جنب، وإن صلى على جنب لا يكون له سجود أبدا إلا إماء. لذلك قال: القاعد يأخذ هذا الحكم ويكون بالإماء. فأتى بهذا الحديث، قال عمران: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف الأجر القاعد. الحق أن هذا السؤال جاء بسؤال آخر عندما سأل النبي فقال: صلي قائما بالجزم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا على المرض مع وجود الفريضة، هذا على المرض مع وجود الفريضة. فيصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع يصلي قاعدا. والقاعدة عند العلماء المعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. إن استطاع أن يصلي قائما مستندا وجب عليه الاستناد، وإن استطاع أن يصلي قاعدا على 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 ما يحمله من عرش أو كرسي خير له، ولم يستطع أن يصلي قاعدا يعني على الأرض لابد أن يضطجع، نقول له: صلي على الكرسي قاعدا، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور في هذا الباب. فأما قول النبي فلو نصف أجر القاعد، هذه تؤول إلى النافلة، لأن القاعد مرضا وعذرا في الفريضة له كمال الأجر، حبسهم العذر له كمال الأجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة مسألة مهمة جدا، على مسألة سقوط الصلاة. طب هو لم يستطع قائما يصلي قاعدا، لم يستطع قاعدا يصلي على جنب، طب لم يستطع يومئ برأسه ركوعا وسجودا وقراءة
لم يتحرك فيه ساكن. قالوا بلسانه، شل لسانه، بعينه، عمي بصره، بعقله كما قال الشافعي، يذكر بعقله ولو قلبه توقف. طبعا ما يتوقف، لو توقف قلبه يموت. بعقله يقرأ في ذهنه الآيات ويحرك نفسه تحريكا إن استطاع لذلك سبيلا، أو بعقله يكون الإيمان ركوعا وسجودا. والمعنى أن الصلاة لا تسقط بحال، المعنى أن الصلاة لا تسقط بحال. نعم. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بأنه له نصف أجر قائم، فهذا دلالة واضحة على النافلة لا الفريضة. فالفريضة فيأتي بها على الوجوب، ويكون الأمر على الاستطاعة، ويكون الأمر على الاستطاعة. الفوائد المستنبطة: ديننا دين اليسر، الصلاة أعظم أركان الدين، لا تسقط بحال. الراوي أعلم بما روى، فتفسيره جاء من الراوي، الراوي أعلم بما روى. ففي أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.